اتفضل يا متر. شوف يا متر، انا ما اعرفش في القانون، بس اللي اعرفه ان الفلوس تسخر الجن، وانا الفلوس عندي ملهاش اخر، بس انا صبري له اخر. ابني مش هيتاخد ظلومه. اطمن يا معلم زكريا، بكره هبدا الاجراءات القانونيه. لا حبالي القانون طويله وانا ايامي قصيره. انا كل اللي عايز اعرفه منك تجيب لي بيانات عن العيال اللي وزوا على ابني دول، وانا ليا تصريف وانت ليك تصريف في القانون براحتك. واصرف اصرف من جنيه لحد العدد ما يخلص. يبقى انت اللي طصتيني يوم الحريقه. انا قلت العنين دي مش غريبه، هي اللي رماكي علينا. مش خايفه على ابنك اللي جاي يقش شقانا؟ ما هو بعد ما ابوها دوشنا اللي ياكل الحرام الحرام ياكله، جايه هي وابنها علشان تاكل وتحلي وتغرف وتوزع. ان كان عليا انا كنت عقده النيه والله، حتى لو حموت غريبه، بس ابعد بابني عن الحرام. وعقدتك للنيه فكت؟ اللي رماكي علينا طالما احنا فينا وفينا الايام. محدش عارف الايام مخبيه له ايه. دول بناتك؟ خطيبة ابني دي أختها، اعتبريهم بناتي أنا اللي مربيهم. الحق يا أما، دي طلعت خطيبته. لا خطيبته لما كان سنكوح، إنما دلوقتي عروسته عندي، مال وجمال ونسب. لا يا حاجة، إن كنتي حجيتي أنا ساكتة ومقدرة ماما زهيرة، لكن لو على طولة اللسان لساني كرباج سوداني منقوع في زيت حاني. عيب يا نوسة، الناس ضيوفنا ما يصحش كده. لا ونعم التربية. زهيرة قومي. ليه؟ قومي. ليه؟ قومي، مش هتمشي إلا ما نصفي حسابنا القديم. خشي خشي خشي. وانتوا يا بنات قاعدين في البيت هنا براحتكم، انا هطمن على زين في المستشفى وارجع على طول. بابا زكريا خدني معاك والنبي اشوف زين. رجع عزوز، اسمعني على المحل وانا هحصلك. حصل وبيحصل. البيت بيتكم. الف سلامه علي يا اخويا. طبعا يا عمي، من غير ما تقول، بيت خطيبي يبقى بيتي. يا محنا. طب اقعدي. ابن الحرامية يا عزوز، حسابك تقيل معايا أوي يا أختي.